فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وأفعالها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير والركن منه: اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، والرابع عشر الترتيب بين الأركان. وواجباتها ثمانية: الأول تكبير الانتقال، والثاني قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول، والثامن الجلوس له. وأما سننها فما بقي من صفتها.